بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في برنامجكم المتجدد وبشر المخبتين. أيها الإخوة الكرام، طريق الإخبات ومنهج المخبتين هو مراقبة النفس وتذكيرها بربها عز وجل. والمرء منا قد تشغله هذه الدنيا، وتكثر الصوارف التي تلهيه وتضعف من سيره إلى الله جل وعلا. ولهذا كان لا بد من الحزم مع النفس وتذكيرها بما يكبح جماحها ويردها إلى صوابها. ومن أعظم ما يؤثر في العبد ويسير به إلى منازل المخبتين التذكير بانقضاء هذه الدنيا والقدوم على الله جل وعلا. فمهما امتد عمر الإنسان ومهما طالت حياته، فلا بد له من يوم ينتهي فيه أجله ليفد إلى الله تبارك وتعالى. إن الدنيا وما فيها من متاع إنما هي أضغاث أحلام، أو كطيف مر في المنام، إن أسعدت قليلا فلقد أبكت كثيرا، ولئن سرت شهورا فلقد أحزنت دهورا. إن دنيا يا أخي من بعدها ظلمة القبر وصوت النائح، لا تساوي حبة من خردل أو تساوي ريشة من جانح. لا تسل عن قيمة المجد وسل عن أساليب الطريق الرابح. إن القدوم على الله جل وعلا كائن لا محالة، ولا بد من فراق هذه الدنيا والانتقال إلى دار القرار. وما الناس إلا ميت وابن ميت، تعجل حي منهم أو تأجل. فلا تحسبن الله مخلف وعده بما كان أوصى المرسلين وأرسل. هو الموت يا ابن الموت والقبر بعده، فمن بين مبعوث مخفا ومثقلا، ومن بين مسحوب على حر وجهه، ومن بين من يأتي أغر محجلا. عشقنا من اللذات كل محرم، فأف علينا ما أغر وأجهلا. لقد كان أقوام من الناس قبلنا يعافون منهن الحلال المحللا، فلله دار ما أحث رحيلها وما أعرض الآمال فيها وأطولا. إن اليوم الذي سنفد فيه على الله كائن لا محالة ورب الكعبة. إنه يوم عظيم، ذاك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. قال الله تبارك وتعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فتدنو منهم الشمس. تخيل معي أخي المستمع الكريم، حينما تدنو الشمس على رؤوس الخلائق فيبلغ منهم الجهد والعرق والضنك شيئا لا يعلمه إلا الله حفاة عراة. تقول عائشة: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الناس حفاة عراة، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض وسوءتاه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لعائشة أن ذلك اليوم غير أيام الدنيا: يا عائشة، الأمر أجل من أن ينظر بعضهم إلى بعض. نعم، إنه يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم
مقداره 50,000 سنة يبلغ فيه الجهد من الناس مبلغه، حتى روي في بعض الآثار إن العاصي في ذلك الموقف من شدة ما يجده من الحر والضنك يدعو ربه فيقول: ربي أرحني ولو إلى النار. إنه لم يعرف ما هي النار، لم يرها بعد، ولكن ما يجده من العذاب وما هو فيه من الحر الشديد جعله يطلب النجاة ولو إلى النار أجارنا الله وإياكم منها. عند ذلك يجتمع الناس بعضهم إلى بعض فيقولون: انظروا من يشفع لنا عند ربنا ليخلصنا مما نحن فيه. يريدون أن ينظروا أهم من أهل الجنة أم من أهل النار، فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون له: يا آدم، أنت أبو الأنبياء، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وأدخلك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام: نفسي نفسي، لا أسألك ربي غير نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيقول لهم مثل ذلك، ثم يذهبون إلى إبراهيم ثم موسى حتى يأتوا إلى عيسى عليه السلام فيقول لهم مثل ما قال من سبقه، إلا أنه يقول: اذهبوا إلى محمد نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، تأتي تلك الحشود العظيمة إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام فيقولون له: يا محمد، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ اشفع لنا عند ربك. يقول عليه الصلاة والسلام: فأقول: أنا لها، أنا لها. إنه المقام المحمود، إنها كرامة الله لهذا النبي. يقول عليه الصلاة والسلام: فأخر تحت العرش ساجدا لربي عز وجل، فيلهمني الله من المحامد والثناء عليه شيئا لم أعلمه، ثم لا أزال ساجدا حتى يقال لي: ومن الذي يقول؟ إنه الله جل جلاله يقول: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. عند ذلك تخرج أول كلمة من فم رسولنا صلى الله عليه وسلم على الهم الذي عاشه طول حياته بل وحتى بعد مماته، فيقول: ربي أمتي، ربي أمتي، لا أسألك غير أمتي. أول من يبدأ بهم من الخلق عليه صلوات الله وسلامه، فيقول الله جل جلاله: يا محمد، إنا لن نخزيك في أمتك، أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وبعد ذلك ينزل الله تبارك وتعالى من عرشه في ظلل من الغمام، والناس جثي على الركب، وكل الأمم في ذلك المشهد المهيب، في مشهد مروع مخيف، ينتظرون ملك الملوك وجبار السماوات والأرضين، ينتظرون الله جل جلاله للفصل بين الناس. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فيأمر الله بعد ذلك بجهنم، فيؤتى بها إلى أرض المحشر، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة، تقاد إلى أرض المحشر، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولو تركوها لأتت على كل بر وفاجر. فإذا اقتربت جهنم وسحبت، رأت من بعيد، وقد جعل الله لها عينين تبصر بهما،
رأت من بعيد العصاة والمجرمين والمجترئين على الله جل وعلا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أجل، إنها تتغيظ تتميز من الغيظ على أولئك العصاة، ثم تزفر بعد ذلك زفرة عظيمة. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بعدها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وهو يقول: اللهم سلم سلم. ملك مقرب ونبي مرسل، فكيف سيكون حال العصاة؟ فاللهم لطفك ورحمتك، اللهم الطف بنا واجعلنا في ذلك الموقف من الآمنين، واجعلنا من عبادك المؤمنين، واختم لنا حياتنا برحمتك وبكلمة التوحيد، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. للحديث بقية إن شاء الله تعالى، نستكمله في اللقاء القادم بحول الله وقوته. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المخبتون وبشر المخبتين، وبشر المخبتين، إنهم أولياء الله الصادقون، إنهم أقوام أجسادهم بالأرض وقلوبهم معلقة في السماء، هم الذين وصفهم الله بقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبشر المخبتين، وبشر المخبتين. هذا البرنامج من تقديم فضيلة الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر، من إخراج عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.